السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا إخوان، سنقوم إن شاء الله في هذا الفيديو بتجربة ملف الفالف، جهاز كهرومغناطيسي يمكن استعمال الطريقة لجميع الأجهزة الكهرومغناطيسية. حاليا أنا أمتلك هنا جهاز الأدميرال، وهذا جهاز الأدميرال، أرجو أن تكون الصورة واضحة. بالنسبة للملف هنا، بالنسبة لملف الاستقبال هو يعني بنفس المواصفات المطلوبة، أما ملف الإرسال فهو يعني فيه تغيير ليس يعني كما هو مطلوب، فيه حوالي 6 ملي هنري. وهذا الجهاز يعني سنقوم بإشعاله. أول شيء يجب علينا عزل مادة الفيرايت، يجب علينا عزل مادة الفيرايت. والطريقة في عزل مادة الفيرايت يعني ليس تدوير زر جميع المعادن الديسكريمينيشن أو العزل الكلي، بل يجب علينا العمل بزر الجراوند بالانس، زر الأرضية. يجب أن نرفع زر الأرضية حتى النهاية هنا، ونعيد زر جميع المعادن على وضعية جميع المعادن، هكذا جميع المعادن. الحساسية نتركها في النصف، نشيل الجهاز. هذا الملف، سنقوم بتحريك الملف إلى غاية ما نحصل على عزل للفيريت. هنا لا زال يتحسس الفيريت، الجهة الأخرى. لقد بدأ يعزل الفيريت على وضعية جميع المعادن. هنا عزلت الفيريت نهائيا، ليس نهائيا، يلزم قليل. عزل الفيريت، بالنسبة لهذه الملفات تلزم قليل من الصبر. قد عزل الفيريت هنا، عزلت الفيريت هنا، نجرب معدن آخر. الفيريت معزول، هذا زر الأرضية، لنرى إن عزل. لاحظنا كيف يعني عندما نزيل مفعول الأرضية يزول الفيريت. أعيد مرة أخرى، لازال معزول الفيريت. هذه مغلفة بالذهب، طلية بالذهب، وهذا حوالي قراض، قرض يعني 1 أو 2 جرام من الذهب. حساسية ضعيفة لأني حاليا يعني لم أغير المكتف الموازي للملفين. سنجرب وضعية العزل. هنا العزل الكلي، الفيريت لا زال معزول، بالنسبة للحديد معزول تماما. نقص من هذه المادة، من ربما الفولاذ أو شيء، معزول. الألمنيوم، لم يعزل الألمنيوم بعد. دي أيضا ربما الحديد، مزيج من المعادن، معزولة. نقص أيضا، معزول. جرب الذهب، هذا من الذهب،
يتحسس الذهب بأن هذا صغير جدا، قد لمس السن في رئيس معزول ألمنيوم مغناطيس معزول شبه معزول. نجرب النحاس، النحاس معزول هذا كل شيء إخواني. الفيديو القادم إن شاء الله سنجمع الملف وسنمر من مرحلة التدريع، سنرى يعني كيف ندرع الملف حتى يعني لا يكون هناك يعني حساسية يعني مفرطة للتربة، رغم العزل يجب أيضا التدريع حتى يعني لأن يعني يبقى يعني بعض أنواع يعني التربة تؤثر رغم الغزل رغم عزل الأرضية من المفتاح، لهذا يعني من الضروري تدريع الملف. وشكرا إخواني.